الغريب اللي لغايه دلوقتي في رجاله بتقبل على نفسها وعلى كمان مراتها المحله. انت طلقتها 3 طلقات، يعني معناها كده انسحال العيشه ما بينكم. يعني ايه ترجعها بحاجه اسمها محلل؟ ويعني ايه اصلا انت توافق بحاجه زي كده؟ ويعني ايه اصلا ما شفتش الدين بيقول ايه في الموضوع ده؟ ويعني ايه انت موافق ان مراتك ما عندهاش ادنى مشكله؟ طب والست؟ انت يا ست الكل ايه اخبارك؟ ما فيش مشكله عندك محلل؟ ولا ضحك عليك وقال لك انت كده كده جواز شرعي ما فيش مشكله، النخوه ما بقتش فيها؟ يلا بينا نبدا الحلقه من غير انترو. يومين ثلاثة حل على مصر وباء جديد. هتقول لي كورونا او اي مرض؟ هقول لك لا، هقول لك الوباء الجديد هو اسم المحلل. هتقول لي يا ابو حميد ايه المحلل ده؟ المحلل ده واحد فاضي جدا ما عندوش اي حاجه في حياته، وظيفته كلها لو عاوز يعمل علاقه بس في نطاق شرعي. طب بيعمل ايه؟ عرض نفسه عادي جدا ان هو يبقى محلل. يعني اي راجل في الدنيا طلق مراته 3 طلقات، معنى كده ان هي مش هتحلله تاني وتبدا تتجوز راجل تاني ومفيش مشكله والحياه تكمل. جه صاحبك دوت بقى من ايام التسعينات راحت ان انا محلل شرعي، يعني انا بعمل حاجه لوجه الله. ايه بقى لوجه الله؟ انه يتجوز الست دي وبعد ما يتجوزها يقعد معاها اسبوع او 10 ايام ما عندوش ادنى مشكله يطلقها عشان ترجع لجوزها تاني. ده من وجهه نظره ان هو كده بيعمل حاجه لله. هو ايه اللي لله بالظبط؟ لله انك تتجوز واحده وهو يبقى عارف ما فيش مشكله جوزها ان هي متجوزاه، غير كده كمان تقعد معاها اسبوع او 10 ايام وانتم متفقين في علاقه كامله النطاق وما فيش مشكله تطلقها ويرجع لجوزها؟ هو ايه اللي لله بالظبط؟ ولو جينا نعرف مين الشخصيه دوت، هو محمد الملاح. محمد الملاح محاسب اربعيني، بمعنى اصح متجوز اتنين، متجوز واحده يونانيه وواحده مصريه، وعلى كلامه ان مراته ما عندهاش مشكله خالص ان هو يتجوز ويبقى محلل، ما عندهاش ادنى مشكله، علاقات شخصيه مالناش دعوه بيها. لكن نيجي نسال بقى انت كمحلل اربعيني، ايه رايك من وجهه نظرك؟ لما تسال السؤال دوت من شريف عامر قال في ناس كتير قوي قالت لي غلط، بس انا ما كنتش مقتنع قوي بكلامهم، بس انا شايف ان انا بعمل خير. لكن الشاب ال40 محمد الملاح كان رده غريب قوي، قال لك لو دار الافتاء طلعت وقالت انا فعلا بعمل حاجه حرام انا ساعتها هبطلها. هو انت يا محمد مستني دار الافتاء لما تطلع تقول حرام ولا حلال؟ انت اصلا مستنيها؟ بتهيالي حاجه زي كده مش مستنيها دار الافتاء انها فعلا تتكلم في نقطه زي دي. دار الافتاء تاني يوم ما كدبتش خبر ونزلت منشور كبير جدا بتحرم فيه الموضوع دوت، وكمان بتقول حديث نبوي كمان ان هو ما ينفعش وحرام اصلا يبقى حاجه اسمها محلل. وبعد ما دار الافتاء نزلت ان هي حرام، تعال نعرف بقى وجهه نظر الدين في حاجه زي كده. الحديث اللي سيدنا محمد كان بيتكلم فيه عن المحلل، بمعنى اصح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بالتيس المعار؟ قال: يا رسول الله، ما التيس المعار؟ قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يعني ربنا سبحانه وتعالى لعن المحلل والمحلل له، الاثنين ملعونين. يعني معنى اصح نقفل الباب دوت ونقفله كده، ومش ناقصين وباء يحصل في مصر بعد كده. اخر نقطه في الحلقه لازم اقول لكم رايي الشخصي عن الموضوع دوت. انا شايف الموضوع دوت سفاله وقله ادب، بمعنى اصح انا في نقطه عاوز اسالها بس. انت كراجل كزوج اللي انت طلقت مراتك 3 مرات، انت ايه رايك ان انت هتبقى عارف ان هي هتتجوز واحد تاني وهتحضر الجواز وهتسلمها له لغايه باب البيت وهتوصلها لغايه عنده وتستنى اسبوع او 10 ايام عقبال ما تخلص العلاقه كامله، عقبال ما تخلص؟ ايه رايك انت وانت قاعد في الاسبوع دوت قاعد مستني؟ مستني ايه؟ مستني مراتك تخلص هيطلع واحد في الحص يقول لي: طب ما هي متجوزه جواز عادي جدا. اقول لك لا، الجواز الطبيعي جدا وما فيهوش ادنى مشكله، واللي مش حرام ان هو ما بقاش ليه مده، ان هو ما يدفع ليش فلوس، ان هو ما بقاش عارف اللي بعد اسبوع هيسلمها لواحد تاني. الجواز الطبيعي جواز مستمر، يبقى دي مش جوازه اصلا. انت كراجل قبلت على نفسك ازاي كده اصلا؟ السؤال بقى الاهم، في 33 راجل قبلوا على نفسهم ان يكون في راجل تاني محل على مراته ازاي؟ انت كراجل ازاي كنت قاعد مستني ان شخص تاني يخلص ويجيبها لك؟ ازاي انت كست اتوافقت ازاي؟ طبعا ضحكوا عليك وقالوا لك حلال، ضحكوا عليك وقالوا لك الجواز عادي جدا، ضحكوا عليك وقال لك مفيش مشكله. طب انت تعرف بقى ان المحل عاش في حرام، وانت يا ست الكل عايشه في حرام، وانت يا سيدي يا اللي جوزها اللي ترجع لها برضه علاقتك معاها حرام؟ انت عارف ان حياتك كلها حرام في حرام؟ عارفين ليه؟ عشان بعدتوا عن الدين، ما بقاش في عندكم نخوه. لكن لو في نخوه عندكم في يوم من الايام، عمرك في حياتك ما كنت هتعمل حاجه زي كده او هتبقى على نفسك حاجه زي كده. طلقتها 3 طلقات، خلاص يا سيدي تروح لصاحب نصيبها، وانت كمان تشوف لك واحده كويسه. لو هتقول لي ما هو ممكن يتجوز واحده تانيه متجوزه، ممكن يتجوز واحده تانيه متجوزه ما يعرفهاش، بس ما يعرفش حصل معاه ايه وما حضرش الموضوع وما كانش قاعد مستني التاني يخلص بتهيالي. يا جماعه كفايه بقى دياسه، بقى كفايه دياسه بقى وقله ادب وقرف. لو انت راجل مش هتعمل كده، لو فعلا انت راجل مش باسمك في البطاقه، بشخصيتك وتعاملاتك وكرامتك. انا بتهيالي كده خلصت الحاجه اللي حرقت دمي. يا ريت بقى ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وكمان تفعيل الجرس، وربنا يبعد عننا الوباء ده كله. مع السلامه.